السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا أنا ذاهب لأفريقيا اليوم؟ ولماذا أفريقيا؟ لقد أهملنا أفريقيا بسنين عدة، وشغلتنا الحروب، وشغلتنا الصراعات، وشغلتنا الخلافات والانقسامات، وشغلنا الدمار والتشرد واللجوء والنزوح لعشرات الملايين من أبناء الشعوب في الشرق، سواء كان في باكستان أو في إندونيسيا أو في الروهينجا أو اليوغور أو اليمن أو سوريا أو العراق، وحاليا السودان، جنوب السودان ودول أخرى شغلنا بها كثيرا، شغلنا الإعلام بها، حتى أنه احتل فكرنا ووجهنا إلى أين نعمل وماذا نعمل وكيف نعمل ومع من نعمل. قد شغلتنا الحرب على الإرهاب بكل سياساتها وفلسفاتها، لكن شغلتنا الانقسامات الدينية والطائفية والعرقية التي قسمتنا إلى شيعة كثيرة. كل هذا شغلنا فنسينا قارة جميلة هادئة وديعة وشعوب طيبة كريمة وأراضي خصبة غنية وظلم وقهر شديد وسرقة وفساد أشد وأشد أكثر. لماذا أنا أذهب لأفريقيا؟ لنحن نسيناها وعلينا أن نتذكرها. تتذكر الصحراء الغربية أو غرب أفريقيا والتصحر والجفاف فيها، نتذكر وسط أفريقيا وجمهورية وسط أفريقيا والتطهير العرقي الذي يحدث من مجموعة تدعى أنتي بلكة. نتذكر الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تمد بالسلاح والمال كي تفرق الأوطان وتشرد الشعوب. نتذكر الشركات العملاقة التي تسرق أفريقيا ليل نهار مقدراتها، والتي شغلونا بالإعلام لكي نتجه أكثر شرقا ولا ننظر إلى ما تحت أرجلنا. نتذكر كل هذا، فأنا ذاهب لأفريقيا مرة أخرى لأننا بدأت شخصيا العمل منذ أكثر من 35 عام للمجاعة لأفريقيا في عام 1983، ولقضية البوسنة في عام 1992. فلابد أن نحمل الميزانين، ميزان الشرق والغرب والشمال والجنوب والوسط في نفس الوقت، ولا نتخلى أبدا 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 عن أفريقيا. وأدعو كل شاب وشابة أن يذهبوا إلى هذه البلاد الطيبة، إلى هذه الشعوب الطيبة الكريمة، إلى هذه الأراضي الخصبة الجميلة، ليعيشوا فيها ولكي يساعدوا أهلها على البقاء وعلى الحصول على حقوقهم والمحافظة على مقدراتهم. هذا لا يعني أننا ننسى قضية كشمير أو قضية اليوغور أو قضية الروهينجا أو قضية سوريا واليمن، لكن نتذكر قضية كونغو الديمقراطية، قضية الفقر في كل بلد في أفريقيا، وقضية المجاعات في كل بلد في أفريقيا. فلنذهب جميعا مرة أخرى إلى أفريقيا التي نسيناها.